أعلنت شركة توشيبا اليابانية عن أول بطاقة ذاكرة SDHC مزودة بتقنية NFC للاتصال اللاسلكي التي تسمح لمن يستخدمها باستعراض ما عليها من مواد دون الحاجة لتوصيلها حتى بهاتف الذكي أو بجهاز الكمبيوتر عبر قارئ البطاقات الآلية. ويستطيع مستخدمو أجهزة أندرويد الاستفادة من هذه الخاصية عبر تطبيق خاص كشفت عنه توشيبا أيضا يسمى Memory Card Preview المتوافق مع أجهزة أندرويد. وأوضحت الشركة اليابانية أن خاصية NFC للاتصال اللاسلكي سهلة الاستخدام، فبعد تثبيت البرنامج على الجهاز وتقريب بطاقة الذاكرة منه سيقوم التطبيق بالتعرف إلى البطاقة وقراءة ما عليها من بيانات واستعراض الصور المخزنة فيها. ومن المنتظر طرح البطاقة الجديدة بسعات 8 و16 و32 جيجا بايت في فبراير المقبل، من دون أن تكشف توشيبا عن الأسعار. ينضم إلينا من دبي خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني. أهلا بك أيمن معنا مرة جديدة في سكاي نيوز عربية. بداية يعني NFC اختصار لماذا؟ لأنه صراحة أنا لغتي الإنجليزية ألمانية. ضعيفة. ألمانية ممتازة جدا أيمن، أنا رائع بالألماني. هو يعني كلمة NFC اختصار ل Near Field Communication يلي بيسمح للتواصل اللاسلكي بإطار ضيق الموجود فيه، يعني بإطارك أنت، هاتف المحمول، الكاميرا، يعني بإطارك أنت الخاص، يعني ليكون عندك أنت تقنية حواليك لاسلكية فيك تتواصل فيها لحتى يكون في صور أو معلومات. يعني مثلا هذه تقنية عم تستعملها أبل بالتليفون الجديد لما فيك تدفع بطريقة اللاسلكية انت وظاهر من السوبر ماركت. يعني هذه تقنية NFC مستعملة بهالإطار كمان. تمام. والتطور الجديد يعني ده اللي انا يعني استغربت صراحة عندما اسمع بانه هناك يعني SSD الصغيرة يعني يتم التعامل معها وكأنها هارد ديسك سحابي في المنزل. تطور مخيف. دعنا نسأل أيمن لماذا، ما الهدف؟ هلا هذه التقنيات كلها لقدام رح نشوف انه حجمها عم بيكون اصغر واستهلاكها للطاقه عم بيكون كمان اقل حتى تقدر تداين اكثر وبحجم صغير. في شق تجاري وفي شق كمان شخصي. اذا بنطلع على الشق التجاري مثلا في في في, في كذا مؤسسه كنت انا عم اشتغل معهم لما بنغطي لهم على الاعلام الاجتماعي لايف، كنا لما نصور صور بمكان معين كان دغري هالصور من الكاميرا عن طريق الانترنت تطلع دغري على فيسبوك وعلى المدونه على تويتر. هالتقنيات بتساعد على الصعيد التجاري انه الواحد دغري يعني المعلومه دغري تطلع بلا ما يكون في انتظار لواحد يخلص تصوير يشكب الكمبيوتر ينزلهم يعدلهم ويطلعهم. ففي هيدي سرعه منها هون. على الصعيد الشخصي مثلا شركه انتل من 3-4 ايام فرجت كمبيوتر بحجم زر القميص، يعني جرير انت بكره تجي على الشغل مش معك كمبيوتر واحد، معك 12 كمبيوتر. يا سلام. والله انا عندي 24 زر يا كمبيوتر. مجهز كامل يعني جرير. ابدا ابدا. ده اللي عندها استفسار. والكمبيوترات هيدي طب خلي الكمبيوترات هيدي شو بصير يعني تفضل ايمن. يعني بكره يعني لما تجي على المكتب معك يعني هال 12 او 24 كمبيوتر يلي محمل فيهم بيصير يخبرك لك، واذا بدك للعائله واذا بدك للانترنت كله انت بتقرر. يعني بخبر انت مثلا دقات قلبك سريعه ام لا، كيف ضغطك اليوم، السكري، افكارك، شو حابب تخبر في حاله فيك حب اذا بدك يعني اذا كان انا اللي جنبك عنده سكري وضغط بسببك ام لا. ولكن يعني ايمن هذه التقنيه NFC هل يمكن ان تكون في المستقبل كقاعدة لربط الأجهزة فيما بعضها حول العالم؟ هلا هي تركيزها على يعني الربط بالمكان يلي حواليك، يعني محل ما انت قاعده، ويعني جرير حدك، تليفونك حدك، الكمبيوتر، يعني بهالغرفه يلي نحن فيها. وبهالغرفه اذا في شيء موصول على الانترنت صرتي موصوله على الانترنت. يعني هالتقنيات حضلت تطور، يعني NFC جديده بس قبلها كان في الواي فاي، وبعد لقدام في تقنيه ثانيه يعني بلوتوث، في عم يشتغلوا على تحسين وتفعيلها لتكون بعد احسن واحسن وافضل.
اكثر. يعني هي الفكره لتكوني موجوده، انت بتقرري انه انا معي نتورك خاص لي، انت جاي معك تليفونك كمبيوترك والكاميرا، هذا نتورك خاص لك، ما ضروري تشبكي على واي فاي المؤسسي او واي فاي البيت محل ما انت، هذا نتورك خاص لك فيك انت تستعمليه او فيك تفتحيه لحتى لا 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 لحتى غيرك يستعملوا معك. طب ايمن، يعني ربما هذا المبدا يدخل ضمن مبدا اكبر اوسع هو انترنت الاشياء، اين يمكن ان ربما نشهد مثل هذه التقنيه NFC ربما مستقبلا؟ هلا يعني هو يعني كإنترنت الأشياء بتقول إنه كل شيء حوالينا من البراد، من الميكروويف، من التلفزيون، من التليفون، يعني كل الأجزاء حوالينا. يعني مثلا هلا في تقنية، هلا إذا بتحبي، إذا عندك وردة بالبيت، فيها تقول لك إنه أنا بدي مي، صار ناقصني مي، يعني فيها تبعت تويتر أو رسالة نصيب تقول لك لا يا شيخ. أيمن، أنا بدي أسألك سؤال محيرني لفترة طويلة صراحة، أو يعني هو سؤال، أول سؤال يعني نطرحه نحن كأشخاص فيما بيننا عندما يعني نجلس في جلسة حوار إلكترونية إن صح التعبير أو تكنولوجية. أنا ببعث لك تويتر أو أبعث لك تويتر. يعني إذا كانت هذه التكنولوجيا الآن في أيدينا يا أيمن، ما هو الآن بين، ماذا يوجد الآن بين يدي الجيوش المتقدمة؟ ما يوجد بين أيدي الأشخاص الذين يسيطرون على مسار التكنولوجيا في العالم أيمن ويخرجونها لنا يعني لربما بالقطارة كما يقال؟ هلا يعني هذه التقنيات في لها صعيد عسكري، وكان في لها صعيد مثلا اذا بنشوف يعني بالفضاء لما بيروحوا مؤسسات مثل ناسا وغيرها، في تقنيات كثير متطوره، واذا بنشوف نحن هذه بس توصل لنا بعد فتره معينه، مثل ما عم تقول حضرتك انت، حيكون في حتوصل لمرحله جرير فيك انت وماشي كل شيء حواليك عم بتسجله، عم بتطلعه على الانترنت. يعني دائما انا بسال عن موضوع الخصوصيه على الانترنت اليوم، بعد اللي جاي بعد لقدام اصعب، يعني حيكون كله حوالينا عم يتسجل عم يتصور عم يكون في، يعني انت عم تتحدث عن موضوع الخصوصية ونحن نعرض تماما الى يسار الشاشة هاتف محمول شفاف، يعني الكل يستطيع ان يرى رسائلك. يعني كله هون وسط قدام، يعني واكيد في قصص بتحسن، يعني على صعيد الصحه، على صعيد انك تتواصل مع الاصحاب والعائله اللي بتحبهم، وفي كمان صعيد السلبي في حال مواضيع الخصوصيه، انك انت قاعد مع ناس بتعرف انت انه يمكن كل شيء عم تحكيه عم يكون مسجل وواصل للكل، وهو احسن الواحد يبلش يتعود من هلا انه كل شيء عم بيحكيه بيعتبر انه مسجل وعم يكون في بث في حي، هيك بيكون عم يحكي باطار شوي خاص احسن. بس انا عجبتني فكره الورده اللي بتبعت تغريده تحتاج الى ماء. رائع. اود ان اشكرك من دبي خبير تقنيه المعلومات ايمن عتاني، شكرا جزيلا لك.